السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم عن النصر على الأعداء. العديد من الناس تشتكي من الأعداء يوميا، يعني الإنسان عنده أعداء يتخلص منهم بذكر أو بآيات. هناك عديد من الآيات وعديد من الأذكار التي طرحناها في الماضي للتخلص من الأعداء، واليوم سأطرح آية أخرى وهي آية مجربة تقرأها 845 في جلسة واحدة، 845 خصوصا إذا قلتها في الصباح يوميا سترى أثرها على الأعداء، يعني ستخلصك من الأعداء. والآية ها هي أمامكم في الشاشة، ما عليك إلا قراءتها وتطبيقها وإخلاص النية. هذا كل شيء، وأتمنى منكم أن تشاركوا معنا يوم السبت إن شاء الله. سنقرأ سورة البقرة 5 مرات إن شاء الله لمحاربة الشياطين والأمراض وكل شيء يضر بالإنسان إن شاء الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء، ومع السلامة.